السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تقبلنا كذلك كنا نوريكم التفاح هيا شوف غير ما باش نشوف مسكينه هي ناحله الا قالها شويه فيتامينات شويه طحنوا لها شويه فاكهه شويه انا ماذا بيا طلع شي كاميرا شوف انا ماذا بيا اللي بيعاونها بالفاكهه كيما هذو اللي يستفلوا من حدا الماتينيتي منها ماذا بينا شويه بانها شويه طحنا وجيبها لها مسكينه ما خاطش ما تنجمش امها مسكينه دير طحنا ديرها جي جيبها لها مسكينه معليش تشرب الجي كيما قطعه فاكهه مسكينه غير نقوتوها بلا ما وعاونا بليكوش ونشوف ليكوش هنا هذا ليكوش هنا رقم 6 ها هادو اللي كوش رقم 6 عاونا بهم مسكينه غير الا ما خرجناها من ماتينيتي كون غير هي الايام تاع ماتينيتي شهر ولا شهرين وحتى الماكله كون نعاونها غير شويه فيتامينات اللي كبير فهم هاي شو مسكينه شوف تمشى بالماسك مسكينه هاي شو باش راح تمشى شوف الحمد لله على الصحه راه كيراها بصحته وماشي حمد ربي شوف باش هذه الطفله باش راح تمشى شوف تمشى بالتويمه المهم باش ما نصورهاش بزاف دونك ندير لكم رقم الهاتف وعيطوا لي وجماعه الخير راكم باينين معايا هذه رقم 14 هذا ماذا بينا تعاملنا به اللي يخدموا في السبيطار ولا المهم في اي ولايه ولا يزيفوني كاش مشكل واللي يكونش رقم 6 كذلك ملابس يعني مسكينه اللي يشوف بها عريانه ما عندهاش تريكو مسكينه بيجاما تاع بازا صغير شحال عندها من عام حاجه؟ عندها 11 عام ملابس تاع 11 عام بيجاما عندي غير 40000 عاونونا دوك ندير لكم رقم الهاتف شويه لانجيات شويه تصوالح هادو هكا شويه لانجيات شويه طاك شويه تصوالح باش المسكينه ما تطيش من نهارها وكذلك اللي عنده مطرح تاع تريسينتي مطرح تاع تريسينتي عاوننا به خاطرش حنا ولينا نمدو هاد الصوالح ما نمشيش نجيبهم ليها انا الناس انا نمد اللي عنده مطرح تاع تريسينتي وكان تاع باه توفى ولا تاع عمه توفت ولا في سبيل الله يعيط لي يجيبها لي نعطوها مطرح تاع تريسينتي خاطرش ما عندهاش هذا غير تاع السبيطار هذا غير مطرح عادي شوفي هو غير مطرح مسكينه عادي المهم وهذا الطفل انا قلت لكم بلي هذا الطفل مهميته وما تسكنش في ولايه سعيده هذه مهميته يتيمه صافي كما نقولوا دوك جداتها هي متكلفه بها هذه الجده عندها فوق 80 عام ما تنجمش تقعد مسكينه معاها سيرتو في السبيطار حنا ماذا بينا نعاونوا هذه الجده نجيبوا لها الفاكهه ونشطوا هذه الجده باش ما نطيحولهاش مسكينه مورا خاطر راه راحت معاها الوهره معاود جات معاها هنا نطلعوا لها مسكينه مورا حاجه دعينا ربي يا ربي تفتح عليكم امين امين يا ربي تجيب لكم ما تتمنوا يكمل لكم ما يتفاقركم يا رب العالمين يا رب العالمين المهم الله يجزيها الشفاء وانت غير الله يعطيك الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر.